مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون الصحة حبايب قلبي؟ باكر عندنا راح تبدي العطلة، يعني باكر من الساعة 12 تبلش عندنا العطلة، بس ثاني يوم العطلة عندنا راح تقريبا أربعة أيام العطلة، يعني السوبر ماركتات المحلات كلها راح تعزل. أنصح يعني كل الناس أن تسوق، رايح أسوق يعني الاحتياجات الخاصة اللي أحتاجها بيتي إلي والعائلتي وحبايب قلبي، لأن من باكر راح يصير عندنا حظر للتجوال لمدة أربعة أيام كلها، حتى السوبر ماركتات كلها تعزل، لأن هنا شوية إجراءات صارت صارمة بسبب فيروس كورونا، وهسه يعني طلعوا قراراتهم، خاصة اللي يسوق سيارة الشخص لازم الكمامة مالته ينزعها، بس إذا شخص يمه غريب صاعد بصفه يعني بجنبه لازم يلبس الكمامة، اللي ما يلبس الكمامة راح يشطرفون الاثنين، الشخصين راح يشطرفون، بس إذا أنت يعني أنت وعائلتك يعني ما عندهم أي مشكلة. حبايب قلبي، وقلت لكم على هاي القرارات الجديدة هسه اللي طلعت بسبب فيروس كورونا، ممنوع يعني إذا تمشي 30 ممنوع تنزل الجامع، منعا باتا، اللي ينبيها شطرافة قوية، خاصة اللي يسوق أو اللي قاعد بصفك ما يصير، بس إذا تمشي فوق الـ30 يعني مثلا 70 أو أكثر أو 50 ماكو مشكلة، لأن يخافون، يقول لك خاف مثلا واحد يعني يعطس أو نفس مالته، فإجراءات كلش مشددة، ويا ربي يحرصنا ويحميكم ويحمينا ويحمي كل العالم. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie die zweite Straße links ab. حبايب قلبي، قلت لكم لين شوية عندنا الأوضاع كلش توترت بسبب فيروس كورونا، هم يخافون على الناس، يعني أغلبية هسه الشركات المحلات المطاعم كلها عزلت، بس اللي عنده سوبر ماركت مواد غذائية واللي يبيع مثلا عن طريق السفري مفتوح، بس من باكر بعد الساعة 12 الكل راح تعزل لمدة أربعة أيام. تعرفون لي أن انتشر هذا الوباء الآخر في بريطانيا، وهسه حاليا ألمانيا منعت الرحلات بين بريطانيا وبين إيرلندا وبين جنوب أفريقيا، يعني الرحلات كلها الجوية والرحلات البرية كلها منعت، يعني لا خروج ولا دخول لحد يوم 4/1/2021، وما علينا إلا يعني نحاول يعني نحمي نفسنا بالكمامات، عدم المخالطة، يعني هو هذا الشيء اللي أحسن شيء، والله الله يحمي كل الناس، هذا اللي أقدر يعني أنصحكم به. تحياتي لكم، ما عليكم إلا تتابعوني بقناتي، قناة عدنان الجبوري الأفضل والأحسن، واللي دائما أحب بيها أشارككم بحياتي اليومية وبحياتي أيضا الشخصية.